بداية من العراق ومن قصة صابرين التي جرى تشخيص إصابتها بالسرطان في عام 2008، وبدأت رحلة طويلة مع العلاج في المستشفى نفسها قبل تمام الشفاء عام 2011. تبذل صابرين قصارى جهدها في محاولة لمساعدة المرضى بمستشفى البصرة للأطفال حتى لا يعيشوا المعاناة نفسها التي تعرضت لها من قبل. وتأتي صابرين البالغة من العمر 22 عاماً إلى المستشفى 4 أيام في الأسبوع لتنظيم أنشطة ترفيهية لمرضى السرطان الصغار لتمنحهم دفعة معنوية، ويتم استدعاؤها لمساندتهم في أوقات الطوارئ كذلك. ومع فريق يتألف من 4 متطوعين بينهم ناجية أخرى من السرطان تسعى لنشر أجواء السعادة بين المرضى، إضافة إلى جمع التبرعات للمستشفى من الأفراد والمنظمات الخيرية. وتشجع صابرين الأطفال في المستشفى على الرسم وتبيع أعمالهم الفنية لاحقاً من أجل توفير الدعم للأطفال وللأنشطة التي تنظمها.